بسم الله الرحمن الرحيم، يا الف اهلا وسهلا بحضرتك. مش تخسر حاجه لو عملت لايك واعمل سبسكرايب. انا اسمي اسلام حنفي ودي قناه اسمها بتاع تكتيك، وعلشان الموضوع بتاع تكتيك فهقول لك ليه سون النهارده ما جابش اهداف، بما انك يعني واخد سون ومكابتنه معاك في الفانتزي لما لقيت ان هم هيلعبوا وسط بروميتش البيون، والمباراه دي لو توتنهام كسبها هيروح للصداره. فكالعاده يعني عينك راحت على سون وقررت انك تجيب سون، بس نسيت حاجه مهمه، ان وسط بروميتش البيون بيلعبوا 5-3-2، و5-3-2 بتاعتهم رخمه شويه وما بيحبهاش سون، وراها لك في ال 4-2-3-1 اللي بيلعب بيها توتنهام وسبير. لان 4-2-3-1 اللي بيلعب بيها توتنهام هاني كين مش بيكون بس مركز 9 في الحاله الهجوميه، بيكون كمان مركز 10 لما بينزل يحرك الاطراف، سواء سون او سواء جاريس بيل او سواء اي حد بيلعب ناحيه اليمين، لوكاس مورا لما يلاقي اي حد، هاني كين بينزل مركز 10 تحت ويقدر ان هو يوزع البنيات مره لسون ومره ثانيه لجاريس بيل وشويه على الاطراف ورا المدافعين وشويه ثاني في العمق. لما لعبوا النهارده وسط بروميتش البيون الخمسه في المدافعين بتاع وسط بروميتش البيون ما كانش مسموح لهم الزيادات، يعني لا كان مسموح لفورا ولا كان مسموح لسيمي اجاي ولا كان مسموح لكمان بارتلر ولا كان مسموح لاون او توسند ان هم يعملوا واجبات هجوميه. الخمسه واقفين في الحاله الدفاعيه مصممين ان هم مش هيقدموا عشان خاطر عارفين اللعبه اللي بيلعبها هاري كين لسون في العمق. فالموضوع كان بالنسبه لسون معقد جدا، فكان صعب ان هو يقدر ان هو يجيب اهداف بما ان العمق مقفول والاطراف مقفوله، فكان صعب جدا عليه ان هو يفيدك النهارده في الفانتزي. اما لو انت مشجعين توتنهام فعايز اقول لك حاجه ضروريه جدا، لازم ترفع القبعه لجوزيه مورينيو بعد 3 نقط، او حتى لو كانت المباراه انتهت تعادل. المباراه انتهت تعادل، هو جونستون حارس مرمى وست بروميتش البيون كان شايل كتير بصراحه، والراجل قدر ان هو يطلع حاجات كتير من لعيبه توتنهام الشوط الثاني. اما لو بتقول ليه الاداء كان سيء الشوط الاول وليه مثلا تانجن دوم اللي ما كانش عارف يفرض ايقاع هو وسوكو او كمان هولبرج، فعايز اقول لك الموضوع بسيط، اللعيبه احيانا بدنيا بتكون مرهقه لان هم لسه لاعبين يوم الخميس في اليوروبا ليج قدام يوروب اللي هي بلجيكا ده، وقدروا ان هم يكسبوا 3-1. المشكله كلها زي ما قلت لك في العامل البدني بالنسبه للعيبه، فما تتوقعش يعني ان اللاعب اللي لعب المباراه من 3 ايام هيكون تنين النهارده هو نفس اللعيب، لان اللعيبه مرهقه وانت الموسم اللي فات لحموا على الموسم ده. فادينا بالنسبه للعيبه جوه الملعب بدنيا سيئه، انما الفريق ككتله واحده كاداء لعيبه توتنهام لا الفريق كويس جدا. الحاله الدفاعيه اللي كان عندنا مشاكل فيها مع توتنهام تقدر تقول شويه ان اضافات الاثنين اطراف الجداد فرقت تمام مع الفريق، سواء دوهرتي او كمان سيرجيو اوريه باك يمين النهارده اللي كان على الدكه، او الناحيه الثانيه سيرجيو جولون اللي بيقدر احيانا يحمس بن ديفيز ان هو ممكن يرجع ينافسه علشان خاطر رجلهم لعيب مش هتعرف تلعب عليه بسهوله، فهيجبرك ان انت مستواك يعلى معاه، فالاثنين دول فرقوا تمام مع الاثنين مساكين. توجادر فيرد وايريك ده لسه بيعكوا، بس عادي لما المنظومه كلها بتكون واقفه على رجله، اما احيانا بيقدر هوجو لوريس ان هو يشيل من وراهم بتلاقي ان الدفاع والله يا جماعه كويس. ايميل هورنبرج بصراحه يعني حاسس الناس كلها ان هو ايه ده ايه يا عم الجمال والابداع ده؟ الراجل كان تقدر تقول عليه عادي في اول 3-4 مرات في الدوري، بس بعد كده الراجل قدر ان هو يفرض شخصيته وقدر كمان ان هو يحسسك ان يا جماعه والله فكره هاري وينكس دي ديفندر كانت فكره فاشله من 60 جزمه. فالمهم ان احنا خلصنا من الموضوع بتاع هاري وينكس، وهولبرج بصراحه عامل اداء كويس هو ونص سوكو وكمان اللي قدامهم سواء تانجي او سواء جوفاني لوسيسيو اللي بينزل النهارده مع سواء تانجي دومبلي، لا الدنيا كانت بالنسبه لنا تمام جدا في نص الملعب، وحتى كمان صنع الالعاب اللي هو بنقول لك تانجي دومبري. الاثنين اطراف كنا مستنيين تماما ان احنا نشوف سون هون مين وهو بيلعب قدام جاريس بيل، الاثنين الاطراف، وكنا بنشوف كمان هل هاري كين هينزل يوزع العاب عامله ازاي، هيوزع شمال سون ولا هيلعب يمين جاريس بيل، والدنيا تكون بالنسبه لنا رايحه لفين. بس صدمنا كلنا بالاسلوب اللي لعب بيه وست بروميتش البيون. وست بروميتش البيون عمل مباراه ممتازه وعمل مباراه عظيمه جدا. هو من الفرق اللي تقدر تقول عليها ان هي جدولها معقد نوعا ما، ان هم لعبوا 8 مباريات قدروا ان هم يغلطوا 3 نقط عن طريق 3 تعادلات، فالموضوع بالنسبه لهم صعب جدا ومرهق جدا، واتمنى ان هم ما نشوفهمش ان هم هابطين. كان يفوزنا حجازي ابننا، بس خلاص حجازي مشي خلاص، ربنا يتعلقوا برحمته ونشوفكم معانا السنه دي في الدوري. توتنهام كسب مباراه عن جداره واستحقاق. توتنهام قبل احراز الهدف في الدقيقه 88 كان عامل جيم كويس جدا، ناس كتير قوي كانت مستنيه توتنهام تقع عشان خاطر يقول لك شفت مورينيو وتوتنهام ما عرفوش ان هم يطلعوا للصداره، حتى ساعه ونص حتى كمان بعد الصداره ما توتنهام قدر يقتنصها هتلاقي برضه ناس كتير قوي بتسخر من توتنهام بعد المباراه، مش عارف ليه، بس هم كده يعني تحس ان هم حبهم للانديه بتاعتهم لازم يطلع على حس ان انت تقلل من توتنهام. يا جماعه والله الناس عاملين جيم كويس، والناس مفترض ان هم جوزيه مورينيو فارق معاهم، ومفترض كمان ان في صفقات فارقه معاهم، والله لو مش عارف تقلله ما تسخرش منهم، لو مش عارف تروح للقمه احيانا وعارف ما بس ان انت تتفرج بس على توتنهام وهي بتعمل اداء كويس وهي بتقدر ان هي تكسب مانشستر يونايتد 6-1 في الاولد ترافورد، ما تقدرش ان انت ما تسخرش منهم، عشان تسخر منهم خليك احسن منهم، انما هتقعد تسخر منهم كده وخلاص. انما لو انت مشجعين توتنهام فعايز اقول لك بصراحه يعني هي الفرقه عامله اداء كويس جدا، بس ما يمنعك ان انت تقول ان الفرقه ممكن تاخد دوري، لان موضوع الدوري ده
مشوار طويل قوي، مش من دلوقتي تقعد تتكلم عن الفرقه مرشحه ان هي تاخد دوري، استنى شويه لحد نهايه الدور الاول وبعد كده احكم حكم صحيح على الفريق. احكم مش بعد نهايه الدور الاول، بعد 5 6 7 ماتشات في الدور الثاني اقدر اقول الفرقه رايحه فين، واتمنى ان توتنهام وقتها يكون موجود من المركز الاول لحد المركز الثالث، لان توتنهام بعد مانشستر سيتي الفرقه الوحيده اللي بتمنى انها تاخد الدوري. اما ارسنال فربنا يطلعهم والله كريم بصراحه. عارف ان الفيديو بتاعي ممكن ما يعجبكش، وعارف كان انت كمان ممكن تقول لي طب فين التكتيك اللي انت اتكلمت فيه، اقول لك ايه تكتيك، هم ماسكين المباراه 45 دقيقه اولى مملين مع يوسف سيف، الملل كله كان ضايع في الشوط الاول، والشوط الثاني توتنهام بيقدر ان هو يرجع في الجيم. اصاب التنجين دوم اللي خليته ان هو يلعب بجواني سيلسي، الراجل اللي راح منزل فينيسيوس علشان خاطر يلعب باثنين مهاجمين صريحين، واحيانا فينيسيوس كان بينزل كمان للاطراف وكان بيحط مكانه سون علشان برضه تحاول تلعب 4-4-2، بس كان اداء كويس من توتنهام قدر ان هو يجيب له 3 نقط. مورينيو حاول في قدر المستطاع في اللعيبه الموجوده معاه على الدكه، مورينيو يستحق انه ياخد الثلاث نقط ويستحق ان هو ياخد الشارك بيه جدا اللي هياخدها بعد ما خد الفرقه المركز اول. اتمنى كمان ان اخد ربع شارك.